من جنوب أسفي على الطريق الساحلية يتراءى لكم ما تبقى من سوق الاثنين قديما، والذي تحول إلى قرية للخزفيين لم تستثمر كما ينبغي. بعد هنا طريق الصويرية والصويرة، يعني جنوب آسفي. وتحية للناس الذين فكروا في استغلال مؤقت لسوق السلام كفضاء ترفيهي وتنشيطي وتجاري كذلك. زيارة خاطفة لهذا الفضاء الذي بعد إلقاء نظرة سريعة ظهر بعد التلاشي، رغم أنه لم يدشن أو لم يستثمر بعد. هذه السيارات الكهربائية التي يلعب بها الأطفال، ومجموعة من الخيام التي استغلت للتجار، وخاصة تجار المتلاشيات وتجار الملابس القديمة. إذا جولة سريعة، تلاحظون في الخلفية جمال البناية المخصصة للخزفيين. هنا السيارات التي سيستمتع بها أطفال مدينة آسفي في نهاية شهر رمضان هذا. و سأترككم تواصلون المشاهدة لهذه ما يسمى أطلق عليه اسم معرض أو سيرك أو سيركو أو لافوار، هناك اسم كثير، أو لشيء واحد هو فضاء ترفيهي لأبنائنا. أترككم تواصلون، وموعدنا في شريط آخر. أهم حاجة بالنسبة لهذا الشريط هي محاولة استثمار هذا الفضاء اللي هو للقرب بشكل أفضل، بشكل أجمل، بشكل أنفع. محبتي والورد، أخوكم ميمحة من مدينة آسفي العتيدة والعتيقة.